برافو يارا. هيدي هي الفايتر اللي حنشوفها بحلقة الليلة من كونة قوية، فما تخافي إذا كنت مسافرة وقاعدة لحالك بمطعم أو مع رفقاتك أو مع أهلك. بحلقة الليلة رح نشوف كيف كل بنت تقدر تدافع عن حالها إذا تعرضت للسرقة بالسفر. بنصح كل بنت تكون على القليل بتعرف حركة ديفنس وحدة. يارا خبريني كيف كانت سفرتك على فرنسا؟ يعني عن فرنسا شو بدي احكي لك عن فرنسا وباريس؟ مثل ما بيقولوا لك عاصمة الموضة، عاصمة الجمال، عاصمة كل شيء. انا كنت كثير مبسوطة، بتعرفي انا من زمان كان عبالي روح، وبس رحت من ساعة اللي نزلت بالمطار سعادة هيك، كنت كثير مبسوطة من كل شيء، من الصور اللي اخذتهم، الاكل، حتى الاكل، يعني الاكل كله مميز. كنت رحت على المطارح اللي كلها كنت حابة ازورها، المطاعم، الاوتدورز، القعدات، كل شيء. شوبينج بتعرفي يعني هذه الحركات اللي انا كثير بحبها، وكنت كثير مبسوطه لحد ما صار معي شيء فقسني. لو ما هيك كانت سفره من اجمل سفرات حياتي، يعني كنت كل شيء فيها مره مستحيل انساه لو ما هالشيء اللي صار. شو بدي احكي لك وشو صار معي والنقزه والرعبه، قلت لك انفقس كل مشواري من ورا هالشغله، يعني حتى ماني حابه اني اتذكرها واحكيها، بس رح احكي لك بالتفصيل شو صار معي. شفت المحل اللي رحت عليه وصورت لك، كنت قاعده اوت دور وهيك الاجواء الفارسيه اللي فيه، وكنت كتير مبسوطه انه خلص خلصت شغل رواق، قاعده اخذت الكوفي تبعي، طلبت الاكل، اكلت رواق، مبسوطه انه خلص هيدي صارت اخر ايام وكل شيء كان يعني تمام كل السفره. وما بلاقي لك غير انا قاعده حاطه جزدان تبعي، تخيلي جزداني فيه اوراقي، فيه المصاري تبعي، تليفوني، كل شيء يعني انا بحاجته حاطته بجزداني. يعني انا ولا مره بحياتي انه فكرت انه شيل اغراض من جزداني حطهم، مع انه ماما بتضل تقلي وتنبهني شيل الاغراض وحطي الاغراض، اسمي اغراضك حطي جزدانين. لا انا انه خلص انه انا بباريس يعني على اساس لازم يكون كثير امان وكل شيء، حاطه هالجزدان على جنبي. ما بلاقي لك غير حدا اجا من وراي اخذ الجزدان وركض. انا هون عن جد ما عرفت شو بدي اعمل، لا عارفه يعني حتى عن الكرسي حسيت مثل كانه اعصابي تشنجت، ماني قادره اني اقوم عن الكرسي قد ما كنت خايفانه. اول شيء ما استوعبت الموضوع لحد ما طلعت لقيت جزداني راح، كل شيء فيه راح. بدي صرخ، انت بتعرفي انا ما بعرف احكي فرنش، يعني شو بدي صرخ، شو بدي اقول، مين بيجي يساعدني، مين بيعرفني اصلا لحتى يجي يساعدني. بس قعدت وصرت ابكي، ما كنت عارفه شو بدي اعمل. يعني منيح انه بس كان تليفوني حطيته برا، وبس دقيت لماما صرت ابكي خبرها شو صار معي، لحد ما رقت. بعدين استوعبت الموضوع وحسيت حالي اني كتير زعلانه انه انا مش قادره اني ادافع عن حالي. انا كمان مره كنت مسافره كمان، وكنت قاعده بمحل برستوران، يعني قاعدين اوت دور، حتى جزداني حدا، يعني انا ما تخيل انه حدا حيمرق وياه ياخذ له جزدانه. فعادة اجا اخذ لي جزدانه وضل رايح. انا هون انا ما عرفت حالي شو بدي اعمل، ضليت صرخ وعيط والعالم التمت انه شوفي انا يعني حتى كل شيء بالجزدان، كل اغراضي بالجزدان. فكتير تضايقت، وعن جد مضايقه انه بهيدي اللحظه ما عرفت ادافع عن حالي.
وانتبهي يلي بيقهر انه مش اول مره هيك حادثه بتصير قدامي. قبل كمان كنت انا ورفيقتي بس يكون عندنا بريكس بالجامعه، انه كان عندنا كثير فترات بريكس طويله، نزلنا قعدنا بالمطعم، كمان خطر ببالنا بهذا النهار قال انه نقعد قاعده برا وهيك. يعني بلبنان بتقولي انه ممكن تصير، انا صدمت انه بفرنسا صارت معي، بس حتى بلبنان تخيل يعني عن جد الواحد ما بيأمن، بيكون قاعد كيف بيكون كل شيء بيروح. قاعد رفيقتي هيك وما تلاقي لك غير واحد عن جنب الطريق، لأن المطعم على جنب الطريق، اخذ لها التليفون وركض قدامها. هي صارت تصرخ، يعني هون في شيء حلو كانت انه هي بلبنان بتعرف تحكي عربي وكل بيعرف يحكي عربي، صارت تصرخ حرامي حرامي لحتى لحقوا الناس. وقتها خلص كب التليفون على الارض، بس شو انكسرت شاشته وقعدت تركض من محل تاني لحتى انه يلا تزبط التليفون. يعني عن جد الوحده ما بتعرف كيف بدها تدافع عن حالها بهيك مطارح، اللي بيقهر انه بتحسي حالك متشنجي مانك قادره تعملي شيء. مش انا اليوم طلعت لعندك على شيا الوادة، انت الجمعة الجاي بدك تنزل تزوريني بالجيم كرمال نتعلم كيف بقدر ندافع عن حالنا بهذا الموقف. بتعرفي شو صار بده؟ لانه انا عن جد بدي اتعلم كيف بدي دافع عن حالي، يعني تعي قولي لي من بكرة بدي انزل من بكرة، لانه خلص انا صرت حاسة حالي انه عن جد ضعيفة، ومنيح انه انقضت الموقف بالاشياء المادة، ما حدا تعرض لي اذاني يعني هيك بشكل جسدي او بشكل مباشر. بدي اتعلم كيف بدافع عن حالي. هتلاقيني جمعة الجاي عندك ببيروت. بتستعملي الكلينش اوكي، وبتستعملي الني، هدول شورت ديستنس. اذا كنت قريب كثير منه ما فيك تضربي بوكس اوكي، فيك تضربي بس ما بيطلع انه قوي كثير. فنحن بنستعمل الالبو اوكي. يلا دايكي هون اوكي، بلش فوق شمال اوكي يمين. هلا بدي بلش هيك، بدي كمان هون شمال اوكي يمين اوكي شمال أوكي. يمين اوكي. هلا الكلينش بدك تلقطي من هون اوكي، تضربي ني نيز اوكي اوكي، مره شمال تلقطي من هون اوكي 1 2 اوكي سكري اوكي 1 اربعه ضربي 1 اوكي، نزلي قدام نزلي قدام اوكي، رجعي اضربي اي الاجر اللي برجعه بقدمه صح صح اوكي اوكي ماشي هون تو اه هي في ضاف فكر دايك دايك على وجهك على طول ترمي لك وجهك وقف شوي تحت اوكي اضرب الجاب كروس ما تفتحي هيك سك اوكي جاب هيك برافو جاب كروس برافو. هلا الهوك بدك تبرمي بعض اوكي هوك برافو هوك برافو هوك هوك اوكي. هلا الابر من تحت بدي اضربها هون ابر اوكي راجع وجهي اوكي بضرب خلي الثاني على وجهي عم تحمي وجهي ابر برافو ابر اوكي ابر كوتش بس دقيقة بدي اسلم على رفيقتي لانه اجت. هاي هاي تعملي لي الحمد لله على السلامة حبيبي كثير انبسطت اني شفتك. انا كمان كثير اشتقت لك عن جد كمان وحياة الله الحمد لله ماشي الحال. نور لبنان اخيرا ثانك يو يارا ما تعطي لهم ما تنزعجي، انت وصلتي على المحل الصح. هلا رح عيط لكوتش بس الكرمال يقدر يعلمك كيف تقدر تدافع عن حالك اذا رجعت تعرضتي للسرقة اذا كنت مسافرة. عن جد فينا؟ ايه اكيد فينا. اوكي انا كثير مبسوطه اني كون عم بتعلم السلف ديفنس وكون عارفه كيف بدي دافع عن حالي، لانه مثل ما قلت لكم بالحادثه اللي صارت معي انا زعلت من حالي انه ما كنت قادره دافع. هلا ولاول مره انا حاسه حالي اني قويه وعارفه كيف او مره جاي شو بدي اتصرف، ان كنت ببلد غريب او حتى ان كنت ببلد عربي ما رح كون بحاجه لحدا يجي يساعدني، انا بحالي هيدي المره عارفه ساعد حالي.
يعطيك العافية كوتش. الله. سوري عم قطشك. تفضلي. بس بدي خبرك عن رفيقتي يارا اللي هلأ شفناها. بدي أعرفك عليها كمان تقدر تدربها وتعلمها كيف تقدر تدافع عن حالها إذا تعرضت للسرقة بريستوران، لأنه أوريدي هي تعرضت لهيدا الشيء. أكيد. أهلا وسهلا. أنا بنصح كل بنت لو كانت برا تتعلم سيلف ديفنس، لأنه كتير مهم للبنت تتعلم سيلف ديفنس كرمال إذا صار معها أي حادثة تقدر تدافع عن حالها. كيف صار معي بس؟ أنا كنت قاعدة وخلطت الغراض وفجأة ما بلاقي غير حدا من حدي مرق وأخذ الغراض، وحتى ما قدرت إلحق وما قدرت دافع عن حالي، وما كنت أصلاً بسترجع إني دافع عن حالي. تعلمك هلأ إذا أنت كنت قاعدة بمطعم حدا إجا أخذ لك غراضك، تعرفي كيف تدافع عن حالك وكيف تدافع عن غراضك. وهيدا المطلب. أوكي. هلأ اعتبريني أنا جاي بدي أخذ لك غراضك، أول شيء شو بتعملي؟ بتحطي إيدك هون. أوكي. دغري بتسحبي الكرسي لورا، بتكبيها لورا دغري أسرع. اوكي تضربي بالهون بالقلبه على الراس. اوكي ترجع تضربيني باجرك هون، لا مش قلبه هيك. اوكي اوكي ترجع تلقطي كلينش من هون. اوكي اوكي هلا شو بتعملي؟ اوكي بتكبي اجرك لورا. اوكي بتبرميني برم برم على الارض. اوكي هي تضربيني على راسي من هون باجرك. اوكي اوكي تمام. اول شيء المفروض انه الصبي يكون اول شيء بهالوضع هذا بتعرف كيف تقدر تدافع عن حالها، ويكون اهم شيء يكون عندها انه قلبها قوي ما تخاف من شيء. اوكي يعني اذا تعرضت للسرقه اذا تعرضت لشيء تقدر كيف اول شيء بدها تتعلم سيلف ديفنس مثل ما خبرتك قبل تقدر تدافع عن حالها. اوكي لكن خلينا نعيدهم لنشوف. اوكي قلبه برافو ترجعي لبسة. اوكي ترجعي كلينش. اوكي هون. اوكي براف نرجع نعيدهم بعد مرة. اوكي 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 كلينش براف نرجع نعيدهم بعد مرة. هلا اذا كان مثلا الجزدان موجود على الكرسي او شيء نفس التكنيك لازم يكون عم بعتمد فيكي تعتمدي نفس التكنيك، وفينا نعطيكي تكنيك ثاني مثلا. طيب في حال كان الشخص يلي قبالي عمل ردة فعل، يعني نحن هون انت ما عم تعمل ردة فعل قبالي، يعني انا اللي بخاف منه انه يكون الشخص قبالي عم يعمل ردة فعل. اهم شيء يكون قلبك قوي وما تخافي، هذا اهم شيء. اوكي لانه عم يسرق لك اغراضك، فاذيه وكسريه كمان بنفس الوقت. اوكي اوكي بين عليكي ما بتعرفي شيء بالسبور الصراحه. ايه اوكي هلا رح علمك انا شويه سيلف ديفنس بتقدر تدافع عن حالك كمان فيه. صراحه بالنسبه لي بعد هذا التمرين اكيد بحب، لانه لاول مره حاسه حالي انه عارفه شو بدي اعمل اذا صار معي هذا الحادث مره ثانيه. برافو كثير منيح. اكيد من بعد الحادثه صار عندي فوبيا وصدمه، عشت نوع من الصدمه النفسيه، طبعا كانت يعني لفتره قصيره ولكن يعني مش شيء يستهان فيه، انه كنت شعور الخوف بنفس الوقت انه انا ما عارف يدافع عن حالي، صرت خاف اذا بدي اروح على اماكن عامه ضل ماسك الجزدان هيك مثل كاني ما ابطط فيه، خايف انه هلا من اي مكان ممكن حدا يجي يعمل هذا الشيء، وعارفه انه في حال صار معي انا رح اتجمد ما رح كون قادره اعمل شيء. اوكي هلا رح اعلمك سيلف ديفنس كرمال الحادثه اللي صارت معك، كرمال ما بقى ترجع تتكرر، بتعرفي كيف تدافع عن حالك. اوكي هلا انت بتكوني لقط الجزدان هيك. اوكي بيجي واحد بيجي بده يلقطه هيك. اوكي انت بتصير بدك تشدي هو بده يصير بدك تشدي. لا ما بتعملي هيك، اول شيء دغري بتركضي من هون بتضربيني. اوكي اوكي بلشي في خبيط على وجهه. اوكي يلا خلينا نعيط للكوتش وائل هو بيساعدنا كمان. اوكي كوتش وائل عمو المعروف. مرحبا كوتش وائل. كيفك؟ تمام اوكي هلا هو لنفترض جاي انا معي الجزدان. اوكي بده ياخذوا مني. اوكي اوكي اول شيء شو بعمل؟ بلقط ايده دغري برجع فوتني من هون. اوكي برجع 1 2 3 اوكي بضربه بونش. اوكي اوكي طب انا كمان بلبس احيانا الجزدان بشكل كروس، هيدي اكثر شغله يعني بلبس الجزدان فيها بهيدا الشكل، لأن يكون حاطته هيك يعني ما حيقدر انه يشيله. لا اكيد ايه. بس بنفس الوقت يعني اذا جره حيكون عم بجرني معه، فانا كيف بدي اتحكم اني اعمل هيدي الحركه؟ بس اول ما يلقط دغري الجزدين. اوكي دغري بتضربيه بونش. اوكي اوكي على وجهه
بترجعي بتلقطي من هون اوكي بتفوتي الني على الوجه اوكي اوكي تمام لك رح نجربها اوكي قط انا دغري شو بتعملي بانش ايه اوكي وبترجع بتلقطي لي راسي اوكي بتضربي الني اوكي ماشي تمام فتت بصدمة صراحة أول مرة بحس حالي قوية عن جد يعطيكم العافية برافو عليك رح تتفوق علي وبعدك أول نهار أنا بدي أتشكرك عن جد على هذه الفرصة لأنه كتير حبيت وحسيت أنه هيك من أول ساشن استفدت كيف أنت باعك عن التمرين؟ عن جد حبيت وحاسة حالي أنه على القليل بعرف أتصرف في حال صار معي حادث مثل هيدا للمرة الجاي وشو أكتر حركة حبيتيها؟ حبيت حركة السرقة لأنه ما كان عندي أدنى فكرة أنه شو ممكن أني يكون عم بتصرف فإذا هلأ إجا حدا وسرق شيء عن الطاولة من حد بعرف شو بدي أعمل وهلأ كوتش باسل رح يعلمها ليارا الاحتمال الثاني إذا كانت قاعدة بمطعم وتعرضت للسرقة كيف تقدر تتصرف؟ اوكي يارا هلا حالمك سيلف ديفنس كمان حركه اذا كنت ما فيك تقومي كان في وراك كراسي ثبت الكرسي في وراك حيط كيف تعملي اذا حدا كمان اخذ لك جزدانك على جنبك اوكي هلا شو رح نعمل اول شيء اوكي انا عم بلقط جزدانك اول شيء بدك ايدك تجيبيها هون على الرست اوكي ايدك الثانيه بدك تحطيها على الكوع وتبرمي لك هون اوكي بدك تقومي اوكي انتوا عم تقومي بتضربي سايد اجريك من هون اوكي وساعدها شو معك مثلا شوفي بالسكين شوكه اللي بدك اياه صحن بتخطي فيها اوكي هيدي هي اجين نرجع نعيدها اوكي برافو وهلا صار وقت الاختبار كوتش بس رح يعمل لها اختبار ليارا ليشوف اذا الحركات اللي تعلمتهم رح تقدر تطبقهم اذا تعرضت لسرقه بمطعم اوكي يارا هلا رح نعمل تيست لنشوف شو تعلمتي واذا فيك تطبقيهم او لا اوكي انا جاهز اوكي كوتش وائل عمول معروف تفضلي يا را فرجينا اول اتاك برافو يا را اوكي تاني اتاك عملي معروف برافو يا را كثير منيح اوكي كوتش باسل انا هلا بدي اعرف قد ايه حطيت لي علامه اول شيء بحط لك للصراحه 6 على 10 اوكي منيح و لا لك ليش لانه نحن بسيلف ديفنس او اي حركه بنتعلمها بتاخذ معنا كثير وقت صح عرفتي كيف تطبقيها وتصير عندك دغري رده فعل قويه اوكي انا بحس اتس فير انف يعني ثانك يو انا كثير حبيت هيدا التست حبيت كل شيء عملته اليوم حبيت اني تعلمت شيء جديد حبيت اني صرت حاسه حالي اقوى وعارفه اني دافع عن حالي بنصح كل بنت تكون على القليل بتعرف حركه ديفنس وحده لتعرف كيف تتصرف في حال انحطت بكثير مواقف لانه للاسف نحن كثير في يعني بنواجه هيدي الاشياء كوننا بنات باي مجتمع كان ولا باي مكان رحنا له يعني انا كنت ببلد اجنبي وصار معي هيدا الشيء فهو امر يعني طبيعي انه يصير ولكن مش الطبيعي انه نحن ما نكون عارفين كيف نتصرف بهيدا الموضوع لهيك اكيد بنصحكم انكم تخوضوا هيدي التجربه مثلي وتتعلموا وتعرفوا شو بدكم تعملوا